اختتم معهد القراءات وأعداد معلمي القرآن الكريم التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدورة الأولى من برنامجه العلمي مجالس التفسير، التي قدمها فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي من جمهورية موريتانيا الإسلامية على مدى 4 أيام متتالية، وذلك في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمشاركة أكثر من 800 مشارك ومشاركة من طلبة العلم الشرعي والمشايخ والمتخصصين. وشهدت الدورة الأولى من البرنامج تفاعلا كبيرا انعكس من خلال الإقبال اللافت على الحضور والمتابعة، وقد عبر عدد من المشاركين عن تقديرهم لهذه المجالس وحرصهم على الاستفادة منها، مشيرين إلى أنها تسهم في تفعيل دور المساجد والمؤسسات الدينية في نشر العلم الشرعي وتطوير قدراتهم العلمية وتعميم الفائدة ونشر الوعي على مستوى المجتمع.